علمت الطريق عبدو؟ معلوم عقيد معلوم. شرف عليك صار عبد شريف. هم نافع. ما راح تضرب له شعراته. لا لا بس. الحمد لله شفتك بخير. الحمد لله شفتك بخير يا اخي. اهلين يا عبدو. الحمد لله. ابو حازي. مرحبا يا رجال. لينا بضاي. على راسي. نبيل يا اخي. اهلين يا بضاي. الله يحميكم يا رجال. الله يعزك. اهلين عبدو. خير اخي معتز. شايفك مالك على بعضك. صبحي. شو بو صبحي؟ صبحي غدروا فيه يا رجال. الله, الله أكبر. شو عم تقول عقيد؟ ومينو هذا يلي غدر فيه؟ ما في غيره يلي خطفه. الله يرحمك يا صبحي. الله يرحمك يا أخي. يا رجال احنا لازم نصلي عليه صلاة الغاية. ايه واجب. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. يلا خيرية رح خلص شكل باذنجان ولسه ما خلصت حفر. خيرية شبكي بشو صافنة؟ شو في؟ ما في شي ما في شي. ايه لا في شي انا بعرفك. شو اللي شاغل بالك هالصفنة؟ مو لله في شي اللي قلبك قلك سر. ايه قولي. مو عصام متجوز لك نسوان؟ ايه. وعمي ابو عصام كمان متجوز مرة تانية. يعني ايش معنى معتز ما يساويها ويتجوز عليه مرة تانية؟ لا ايو فعل الله ولا فعله. وليش ما يساويها يعني؟ صبره بصبر ابوه واخوه ولا هو غير؟ لك شبنا خيرية شو هالحكي؟ والله العظيم يا دلال اذا بيساويها معتز لانتحر. ولك هبلة ليش لحتى يتجوز عليكي؟ ما بعرف يا دلال بس صار لي فترة عم توسوس من هالقصة. إيه لا خيرية لا تتوسوسي ولا شيء. القصة ما بدها. معتز طاير عقله فيكي ما بيعملها. وليش لحتى ما يتجوز؟ فهميني. إيه لأنه ما رح يلاقي مثلك. معتز بحبك. هلا هو صحيح ما بيبين لك بس والله عيونه فاضحته. هيك قولتك؟ معلوم هيك قولتي. خلص اسمعي مني ولا تهكلي هم. لبقى تفكري بالقصة ها؟ الله يبشرك بالخير يا دلال. الله يبشرك بالخير. ريحتيني قلبي. يا جماعه باسم الله كل راس شهر رح يكلها لحرمته لصبحي معاش مني. بس المخلوقه رح ترجع لبيت اهلها. يا ابو قاسم انا دهدست وسالت عن بيت اهلها طلعوا درويش وعلى باب الله وبيستاهلوا الصلاه. من بعد اذن الحاضرين عيال صبحي وبيته من بابه لمحرابه أنا اللي مجبور فيهم وبرقبتي هي ليوم الدين. الله يبارك فيك يا معتز. وفيكن يا شيخي. يلا بالإذن. سنة انتو سامين. سنة سامين. مبروك يا جوازتك يا أبو عصام. الله يبارك فيك يا سيدي. ايه
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا عصام قل لي ليش هيك عملت؟ ليش خبيت علينا حكاية جوازتها؟ أنا طلبت منه هيك. أنت شيخي؟ إيه نعم أخي أبو حاتم، أنا طلبت منه هيك. شلون هيك شيخي؟ ليش بجوز الواحد يكتم الجواز؟ مو حرام؟ هي فيها ما قصد أبو زفير. حاشا لله أخي أبو عصام كون قصد من وراها شيء، أعوذ بالله. بس يعني أنا ما حبيت هاي شغلة إنك تخبي جوازتك مشان قدرك وهيبتك وقيمتك بين أهل الحارة. قيمته وهيبته وقدره محفوظين أخي أبو زافير. بس نحن بدنا نفهم الشيخ ليش يعني صار هالكتمان؟ فهمنا يا جماعة الخير. جوازة أخونا أبو عصام صارت هيك فجأة، والحرمة أجنباوية عن الحارة، وإعلان الزواج كان راح يخلي الناس تحكي كثير. فأنا طلبت منه إنه يسكت عن الموضوع، والحمد لله هلا الناس كلها دريت ومش الحال. إيه الحمد لله إنه مش الحال. ألف مبروك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك جوازتك أخي أبو عصام. الله يبارك فيك يا سيدي، الله يبارك فيك. السلام عليكم. العيد العيد وقت بنفرح. هلا أنت بتقدر تعيد وتفرح وتروح تاكل فول نابت ومخلل، وأولاده لصبحي قاعدين وزعلانين. لا ما برضى شيخي، الله يرحمك يا رب يا صبحي. الله يرضى عليك. المسكينة والله قلبي تقطع عليها وطالع عن بيت جوزها. الحق معك، اللي صار هز الحارة هز. رحمة الله عليه، مين كان يفكر انه يموت هيك موتة؟ نشهد بالله شغلة بتحط الأعل بالكف، ما في كلام. ابن عمي ومين بيكون عملها؟ مين في غيره الفرنساوي الله يخلصنا منه على أهون سبب. وليش الفرنساوي ابن عمي؟ هو ما كان فراري وكان يشتغل معك. شو قصدك مطيعة؟ ما قصدي شي، قصدي بركي حدا له تار معه. حدا له تار مع صبحي؟ شو هالحكي هذا اللي عم تحكيه؟ رحمة الله عليك كان يبعد عن المشاكل سفر سنة. قلت بركي. إيه لا تقولي، كملي أكلك. كيف عمل شلون؟ لك شلون جوزها لهي الفرنساوية؟ لا وشو؟ بساعتين زمان نقلوا لها كل اغراضها وراح تسكن عند امك بالبيت يا حبيبي. خلصنا عصام، خلصنا. ابوك تجوزها ومشي الحال، شو بنحاسبه نحن؟ لا سيدي ما مشي الحال، نحن لازم كنا نعرف، كان لازم يخبرنا. وينك عصام؟ عليك خالي، شرف شرف. ما بدي فوت، بتفهم ابوك، ما يحكي ما عنده. لك شو صار له هذا ابوك؟ شو صار له؟ تعال روح خالي روح. ما بدي روح. عجبك؟ هاي أول الرأس حنجلي. إيه عاوزة شي؟ لا شكراً. تفضلي. كأنك تعبانة شوي؟ شوي. من شو؟ ما بعرف. طيب اطلعي عادي معنا برا منتسلى منحكي. بخاف ضايقكم. لا ما بتضايقينا، انت صرتي منا وفينا ولو؟ اكيد. لا هو ام عصام امرتنا انه نشيلك على راسنا من فوق كرمال ابي. يلا يلا قومي الحقيقي. قولي يا أبيلي والله ماني قادره. لك بس شلون يعني هيك؟ شلون ما عم بتفوت بمخي يعني؟ شلون اهل الحاره ما حسوا؟ يا لانه ابو عصام سلال حبيبي من تحت لتحت. وقال شو؟ قال بده يصير زعيم الحاره. قال يو هذا اللي كان ناقص يصير زعيم حاره. قال زعيم قال. طولوا بالكم طولوا بالكم، شو صاركم انتم الثنتين؟ حاجه تحكوا على الزلمه. ابو عصام متجوزها على سنة الله ورسوله، لسه النواحة والردادة. ايه لطفية، ليش مرت عمك ما حكيت؟ ما كانت بتعرف يا مو، ما كانت بتعرف. قال ما كانت بتعرف كمان. المي ماشية من تحتها وما أنا حاسة. لك شو صاير له ابو عصام؟ شو صاير لعقله؟ هلا تقبريني صاير له ولا مو صاير له؟ يلا قومي خفي لي رجلك خلينا نلحق نروح لعند سعاد. كلياتنا. ايه طولوا بالكم، خافوا الله. لك خافوا الله انت وياها، شو صاركم؟ شو صاركم؟
والله يا حبيبتي نحن رايحين لعندها، حبلك تروحي معنا ميت أهلا وسهلا، ما حبلك براحتك وبيكون أحسن. يلا تقبريني بتروحي. لك أنا اللي بقوم وأنا اللي بروح. شو أم زكي بتروحي معنا ولا بتضلي؟ لا ما لي راح معكم ولا راح حكيكي ولا راح حكيها، انتوا التنتين مجانين. لكن نسيتوا ان سعاد بتضل بنت حارتنا ولي على قامتكم. ايه بلا كنت رح حكي لها ما شاء الله، يا روحي يا ضلي. لا طق اموت وما بدي روح معكم، لا بدوس بيتك ولا بيتها، وها هبطقك وها هبطقها. قال انا روح مع شر الشيخ مبهدلين. مع السلامه. ما فشلت. الله معك ام زكي، القلب داعي لك تقبريني. يا عمو اماني اماني، مو راح العن مرت عمي مشان اشمتي فيها؟ لا يو شو اشمت فيها، مش طلعت لها كثير وبدي زورها. ايه تقبريني والله اشتقنا لها. ومن وين لوين؟ ما انت من يوم يومك ما بتطيقي لمرت عمي. ضبي لسانك ولا لطفيه؟ لك شو كان؟ ما كان قصدي الا هي الفصحونه لحتى تقولي وين رايحه وين جاي. تك تقبريني لحتى الملاي علي وجاي. يلا تقبريني خفي رجليك. عيب عيب تحكي مع امك هيك. ليش انت مالك مشتاقه لحماتك ام عصام؟ لا والله حرام. يلا فريال تقبريني يلا. يا أهل المرور والعزة والكرامة والطيبة والنخوة والشرف والشهامة، ننسى الأيام الصعبة وبالمحبة اللي بتجرحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا.